Or Ronan. Thank you again for sharing your story with us so that we can allow other people to hear what you and your family have been through. شكرا لأنكم تعطينا قصتك لحتى يسمعوها العالم ويعرفوا شو صار فيك وعائلتك. Many people in the United States don't know anything about what's happening here. هناك أشخاص كثيرون في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعلمون ما يحصل لنا في سوريا. So please feel comfortable to speak freely and share anything you like. خلي مطلق الحرية بأنك تتكلم بشكل حر واحكي أي شيء بدك إياه. So maybe you can begin by telling us about your family and your life before the war. ممكن تخبرينا أول شيء عن حياتك عن عائلتك قبل الحرب. أنا من عائلة مكونة من 5 أشخاص وأنا السادسة. أنا الكبير بأخواتي. عندي خي أصغر مني 3 سنين. أخواتي 2 صغار، واحد عمره يعني 8 سنين وواحد 5 سنين. بي تاجر الخواريف. نملك يعني عنا مصاري الحمد لله، عنا ممتلكات خاصة لإلنا قبل الحرب، كنا ما بنحتاج حدا، كنا نشتغل ضمن قطاع لحالنا، ما دخلنا بحدا، ما لنا ارتباط بأي حدا. بكفي. ولحتى انه كنا عايشين بعائله، قاعدين ايتما بيخطر ببالنا نطلع، ايتما بيخطر ببالنا نفوت، نروح على مدارسنا بكل حريه، ان ايتما اي مكان، مدارس كلها مفتوحه، مسجلين بمدارس تابعه للحكومه. كل شيء بنعتازه كان يوصل لعنا. والدي ما كان حارمنا من شيء، ولا حتى انه كنا عايشين بعائلة كثير مترابطة متماسكة تحب بعض. لأول الأحداث. Let her know that when you're talking to me, she doesn't need to stop. لما أنا عم بحكي معها أنت لا تستني ولا تطبقي، خليك عم بحكي طبيعي، أنا عم بحكي مشان ترجمة. How old are you? أنت شو عمرك؟ 19. 19 years old. 19. So you were what, 14 years old when the conflict began? Yes, when the أحداث قد كان عمرك؟ 14. 14 years old. And she's the oldest. You said she's the oldest. أنت أكبر حدا بأخواتك. What was the first thing that can you tell us about the place where you're from, about your home? Is it a small town? Is it a large town? Are most people farmers or? منطقة سياحية بيقصدها السياح والصيف، السكان بيشتغلوا بالزراعة، بيملكوا أراضي مشهورة بالتفاح، سكان أغلبيتهم عندهم أراضي بيشتغلوا بالزراعة. هي منطقة كبيرة هي وضواحيها، يعني على منطقة حدودية شوي، موجودة عتال لبنان. يعني اغلب سكانها ما كلهم بيشتغلوا اعمال حره، فيها اخص نص المشهورين بالزراعه، اراضيها صالحه للزراعه كثير، لهيك معظم السكان بيشتغلوا بالزراعه. And were you in school back then? كنت انت بالمدرسه هذيك الايام؟ ايه. What did you like to study the most? شو اكثر ماده كنت تحبي تدرسيها؟ رياضيات. Can you tell us about what was the first things that began to happen
in 2011, 2012 for your family and your home? So I want to know the first, how did things begin when the war started? How did it impact their family? أول الأحداث كنت أنا صف تاسع درست بالمدرسة كنا نداوم بلشت أول الأحداث تخريب بسيط بالبلد وقفوا المدارس عنا لمدة 40 يوم منعوا باسم إضراب الكرامة طلبوا من الطلاب ما عاد تروح على المدارس ولا حتى تداوم كان طلبوا آخر شيء إنه ممنوع الدراسة لحتى يسقط الرئيس عنا طلبوا بعدين قدمنا يعني هدي الوضع شوي قدمنا الفحص بعدين انتشرت المظاهر المسلحة والمظاهرات عنا صار أي حدا مع الدولة ممنوع يروح على المدارس لحتى يروح بدي يعرض حاله للخطر كتير صاروا إنه تكون المدارس طالعة المظاهرات توقف قدام المدارس حتى الطلاب تطلع معهم كان في طلاب كتير تطلع Can you tell me about the violent protests? What happened and who was there? Why were they there? And who was the violent protester? طلعت المظاهرات بالأول كانت على أساس أنه سلمية ما فيها سلاح ما فيها أول مظاهرة ما كان فيها سلاح ثاني مظاهرة ظهرت فيها الأسلحة الفردية ظهرت فيها الأسلحة الفردية صاروا يكونوا مرئين من قدام محل أنه خلص ما يعجبهم يقوسوا صاروا يفتروا على العالم من أول مظاهرة طلعوا فيها ما خلوا رأي أنه شاور العالم بدها تطلع ولا لا أغلبية العالم طلعتهم معه طلعت لأنه صاروا يعطوهم مصاري صاروا يعرضوا عليهم حمل السلاح بقلب المظاهرة وكانوا يهتفوا أول كلمة يقولوها بالمظاهرة السلمية بس أنه كان السلاح معهم بديت So very quickly, the protest became violent. يعني بسرعة كتير صارت المظاهرات. The protesters began to carry guns and أول مظاهرة طلعت عنا بالمنطقة ما كان فيها سلاح كان هتافة سلمية بدهم بس سلمية مطالب بسيطة تاني مظاهرة طلعت خلال ما في فترة زمنية قصيرة حملوا فيها السلاح وضل هتافهم سلمية فيها بس السلاح كان بديتهم ومبين بإيديهم يعني حاملين ومسائلة Do you remember what were the demands that they made, the simple demands? كانوا يهتفوا سلمية نحن ما كنا نحضر المظاهرات أنا ما حضرت ولا مظاهرة كنا يعني ما نعرف شو بيحكوا لأنه منطقتنا البيت اللي قاعدين فيه بعيد عنه وقت تطلع المظاهرة نحن نقعد ببيتنا ما دخلنا فيه When the violent protesters were roaming the streets were they people that you knew from your community or were they strangers? هؤلاء متظاهرين عنيفين كان في منهم غريبين ولا انتم تعرفوهم من مناطقكم يعني كان فيهم من الزبداني ومن مناطق قريبة للزبداني غريب انه من برات المنطقة انه عنا ما في بس في من مناطق ضواحية للزبداني يجوا من الزبداني من هذيك المناطق ليحضروا المظاهرات And then what happened next? بعدين صاروا يعملوا كل فترة بعد فترة إضراب الكرامة تجي الطلاب لتروح على المدارس قبل الوقت المدرسة بفترة يولعوا شيء بيطلع دخان أسود مشان الطلاب ما تقدر تروح كل ساعة على الأوراق على الحيطان إنه ممنوع خلص إضراب الكرامة في ساعة الصفر بدها تدق لازم ما عاد تروحوا على المدارس لازم إنه التدريس يوقف لا عاد تشتغلوا بالتدريس لحتى نحن نطلب لكم الحرية ونجيب لكم كل شيء بدكم إياه لعندكم لازم كمان إنه تضلوا قاعدين وتطلعوا تشاركوا بالمظاهرات صاروا في قتلوا عالم كتير أول الأحداث منهم أوسوا عمي بعد فترة قتلوا خالي حرقوا له المكرو وقتلوا وخطفوا بعدين بعدين حاولوا قتل بي أكثر من مرة بعدين خلصت المدارس بلشت السنة الثانية كنت أنا صف عاشر
أنا وفالي صار تجيني اتصالات تهديد، أنا وفالي من المدرسة وقفوني عالم ما بعرفهم، طمشوري عيوني أخذوني معهم، فوتوني على غرفة فيها هيك اثنين واقفين قدام الباب يعني من جوا واقفين ولابسين لباس عسكري، حاطين فاتوا ليحققوا معي، حققوا معي نسوان لابسين اسود، حاطين لابسين انه كفوف اسود، كل شيء اسود بس وجهن مبين انا ما بعرفهم. طلبوا مني انه اقول لهم بيع مامتي اخوالي عائلتي مع مين بتشتغل لاي شيء تابعه، انه هني لوين بيروحوا لوين بيفوتوا لوين بيطلعوا، كل شيء عن عائلتي. انا صرت ابكي وصرخ اقول لهم ما بعرف، فكروني انه انا عم بكذب عليهم، عذبوني كثير ضربوني، اخر شيء هددوني بالاغتصاب انه هني حيجيبوا واحد، واحده منهم بعتت رفيقتها لبرا لتجيب هداك الشاب بس ما رجعت، والثاني راحت لتلحق تركوني شيء ساعتين وشوي لحالي، طلبوا انه لحالي انا ضليت. بعدين اجت واحدة غير اللي كانوا، قالت لي انه نحن بدنا نساعدك، بدنا نأمن لك حريتك، انت نحن بنعطيكي مصاري، مهم تحكي لنا عن عائلتك شو بتشتغل، انت وراحة عن المدرسة اللي بدك اياه بيوصل لعندك، شو بدك نحن جاهزين، اذا اشتغلتي معنا وعرفنا انه اخبارك صحيحة رح نجوزك لواحد مجاهد امير هو عنا، ومين ما اي بنت بتتمنى انه تكون هي ملك لإله. انا صرت صرخ قول لهم بي ما دخلوا، عمومتي ما دخلوا، ما بنعرف هيك هالشي بالمره، نحن ما دخلنا. تركتني على فكري بالموضوع، تركتني وراحت. بعدين رجعوا اللي كانوا بالاول، صارت تسالني، قلت لها ما بعرف، قالت تشتغلي معنا، قلت لها ما بدي اشتغل لانه ما في شيء احكي له حتى اشتغلوا معكم، طمشوا لي عيوني واخذوني، حطوني بمحل وبعدين فلتوا لي عيوني، المحل اللي حطوني فيه لقيت حالي بحارتنا، بحارتنا العالم كله اللي موجوده بعرفها بس هني ما بيعرفوا اني انا مخطوفه، ما حدا بيعرف غير اهلي. المحل اللي تركوني فيه بعيد عن بيتنا 300-400 متر مش اكثر، وصرت على البيت انه اهلي قالوا وين كنت، قلت لهم خطفوني المسلحين، طلب مني انه شو صار ليش اخذوك لهيك، تركت اهلي وفلت لمدة سنة على منطقة قريبة اسمها أطنا، قعدت هناك لحتى بس اقرأ انا ولحتى اهرب من المسلحين لانه صار الخطر كتير كبير علي، ما عاد استرجعت روح عن المدرسة، صارت التهديدات تجي اذا بروح عن المدرسة رح يقتلوني رح يقتلوا اهلي، لازم بطل من المدرسة إنه لأنه أبي ما رضي يشتغل معهم، ما رضي يعطيهم مصاري، حرقونا السيارة اللي عنا، أبي تاجر خواريف كان حاطط الخواريف بمحل إنه إلهم لحتى هيك، ما أخذونا إياهم كلياتهم، ما خلونا شيء، إنه هاي باسم غنائم حرب لازم ما يضللنا شيء، لازم نحن نشتغل معهم. بعدين هدي شوي، مو هدي يعني، بس انه قدرت انزل ارجع لعند اهلي، رجعت كنت قاعدة، المسلحين قتلوا خالي تاني، طلبوا مني انه خلص انه المدارس سكرت عنا، ما عاد في مدارس بالمرة، المدارس صارت بعيدة عن المنطقة اللي قاعدين فيها، بدك اجباري تروحي على محل تاني يعني لتروحي تقري هناك، ومش من مكانك، طلاب أغلبية تبطلت خافت على حالة، في طلاب سافرت برات البلد، انه كتير صار في ظلم هناك. بعدين كانت الدنيا رمضان الساعة 12 بالليل، فاتوا لعنا المسلحين على البيت، بيتنا طابق ثالث، كانوا لابسين لباس عسكري، كانوا أكثر من 200 واحد، حاطين على راسهم شعار جبهة النصرة، هن مسكوا ايدي وحطوني على الحائط، وخي الصغير كمان وامي، حطوا سالوا لبي انت انه قالوا له اسمه، قال لهم قتلوه قدامنا ثلاث اشخاص اطلقوا عليه النار، كانوا ملتمين، حتى فضيت بوريدهم لحتى تركوا بي.
بعدين نحن وعم ندفن بي صار يقوسوا علينا بدهم يخلصوا مني انا وخي وامي. اخر شيء جينا بدنا نهرب ما ضلنا محل هناك. دفنا بي وجينا لنفل. نحن وعم نفل صار يقوسوا علينا ما لقينا قدامنا غير حاجز للجيش. حاجز الجيش قالنا انه انا رح امنكم على محل قريب. طلعنا بشي ما بعرف شو هو وصلنا لمنطقه قريبه. وقتها كتبوا على النت انه وصلن دعم من الدول الخارجيه عدد اموال كبيره لدعم الثوار عنا لحتى والجيش الحر لحتى انه جراء هاي العمليه. قالوا لو انه جايبين بس راس وبدون جسم كان المبلغ اكبر. هو كان تابع للثوار للجيش الحر انا ما بعرفه وحتى ما كانوا يحطوا اسماء صريحه كانوا يحطوا اسماء مستعاره. Why was your father a target for them? ليش كان أبوك مستهدف من قبل ليش كان هم من الدنيا بتاعتي؟ بيي كان معه مصاري كان يشتغل رزقه كتير منيح ممتلكاتنا كتير معنا إنه ممتلكاتنا كانت كتير عنا أموال. طلبوا منه يشتغل إنه بتهمة إنه هو برجوازي لازم يشتغل معهم لازم يدعم الجيش الحر وأحرار الشام لازم يأمن لهم يعطيهم مصاري يشتري سلاح لازم يدعمهم إنه من شان لحتى هني يقدروا يدعموا هاي الحركة ويحرروا العالم. لأنه ما اشتغل معهم عائلتي ما رضيت تشتغل معهم طلبوا إنه الكل قتلوا حتى الأولاد الصغيرة لو صحوا لهم يقتلوها ما بيوفروا. طلبوا بنت عمي صغيرة رايحة على المدرسة عمرها 5 سنين كانت روضة إنه إذا أبوك ما بيعطينا مصاري رح نقتلك هون قدامه ونفل إذا ما بيعطينا مصاري. بنت عمي صارت تصرخ تركت حالها وهربت منه. وأكثر شيء ينصرونا لحتى نحن لأنه أهلي التزموا بمحل بالبيت ما عاد طلعوا صاروا يتعرضوا لنا نحن ورجعين من المدارس نحن ورايحين نحن كنا نروح على المدرسة ونرجع ما نسترجي نتحرك لأنه أهلينا مستهدفين رح ياخذونا مقابل أهالينا. صاروا بس إنه نحن وفلين من المدرسة تطلع على المظاهرة عالم تروح على المظاهرة عالم تنطرنا تنطر العالم اللي مثلنا لحتى تاخذهم أو تحكيهم من شان أهالينا تخوفهم إنه تطلب تهدد أهاليهم فيهم. After when you went to the checkpoint and they evacuated you, did they put you in a car and where did they take you? The Syrian army. لما رحتي على الجيش حطوك بسيارة وين أخذوك؟ هل حطوك بسيارة؟ لما قتلوا بيي يعني؟ لا لما رحتي على الحجز إيه لما رحتي على الحجز. You asking when your father was killed and she escaped. Yes. I'm sorry, can you say again what happened when you escaped and you found the Syrian army checkpoint? What happened after that? How long did you wait and how did you escape? شو صار لما انت هربتي من الجيش الحر ووصلتي لحاجز الجيش السوري وقديش اخذت معك العملية بعد ما رحتي؟ دفنا بي بعد ما دفنا بي طلعنا نحن بيتنا فيه بقفاه جبل يعني بيتنا متطرف. ضليت انا وامي وخيي نمشي بالجبل نمشي نمشي اخر انه لحتى لقينا حاجز.
الحاجز. قالوا شو بكون؟ قلنا له أوسوا علينا المسلحين، قتلوا بيي، عم يأوسوا علينا، بدنا لتحق عنه من الطريق الثاني، ما فيناش نروح على الطريق النظامي لأنه هني مسيطرين عليه بيقتلونا، بدنا نهرب، بدنا بس حدا يخبينا. خبانا الجيش، ضلينا واقفين عند الجيش ساعتين لحتى أنه بس ارتحنا شوي من هذا. بعدين ركبونا بشيء مو سيارة، هو يعني ما بعرف شو، طلعنا فيه وصلونا بمحل بعيد، أكل الطريق شي ساعة ونص أو أكتر ما بعرف. وصلنا لحديت كان في حاجز تاني بس هذا طريق إنه طريق عام، نزلونا هناك قالوا لنا إنه هذا الطريق صار أمان، ما في مسلحين، لحن أمنكن على بسيارة إنه حي الله حدا مارق بتطلعوا معه لحتى توصلوا لوين ما بدكن. قلنا له نحن بنطلع إنه على منطقة بس ما فيها حدا مسلح. نطرت أنا وأمي وخي، طلعنا بالسيارة الثانية وصلونا على منطقة اسمها بلودان نحن هلأ قاعدين فيها. هاي المنطقة ما فيها مسلحين، منطقة آمنة، يعني هي قريبة على الزبداني، منطقة آمنة. قعدنا استقبلونا هناك، قعدنا بالأول ببيت إنه بس لحتى نرتاح شوي. بعدين وقت هيك وإنه ارتحنا شوي وقعدنا، ما حدا اجى لنا ولا شيء. أهل المنطقة هناك أمنوا لنا بيت وقعدنا فيه ولهلأ قاعدين فيه. So now it's only you, your mother, and your brother. هلا أنتوا بس أنتي وأمك وأخوك. أخواتي الصغار الاثنين كان في عنا حملة لقاح بمنطقة آمنة لأنه منطقتنا كانت خطيرة شوي. أخواتي الصغار كانوا مع بيت عمي منشان يلقحوهن لأنه كان في عنا إنه مثل هذا اللقاح لازم إنه الكل ياخده. أخواتي الصغار ضلوا هناك، ضلوا شي 15 يوم. صارت معنا الحادثة، فليت أنا وأمي وخيي وهدولك ضلوا ببيت عمي، بعدين جبناهم. I don't understand why she had to escape. To escape? Yeah. After they killed her father? No, after you said there was a vaccine. So there were small children right. in her area that she was not able to get vaccination from her brother. Yeah. That's why the younger brothers were sent to another area. I see. Okay. Okay. Have you and your brothers returned to school in Bhutan? رجعت أنتي وأخواتك على المدرسة بعدين؟ أنا وأخواتي. And how does your mother and you, how do you support your family? وكيف عايشين انت وامك؟ من وين ممكن من عم تجيبوا مصاري العيش؟ في عنا نحن هون بمنطقه هون بالشام جمعيات بتكفل الايتام، هي تابعه انه للدوله، بيعطونا منا المعونات، اللبس، راتب لاخواتي، بيعطونا نحن بحكم انه نحن تهجرنا ما عنا ملك بالبيت، ما عنا شيء نمده، فلينا بالمانتو اللي لابسته انا وامي واواعي اللي لابسهم خيي، اعطونا بيعطونا اواعي، اعطونا العفش البيت، وعطونا أدوات للمطبخ لحتى ندبر حال. What do you hope for your future? شو بتتمنى من مستقبلك؟ What do you want to do? شو بدك تعملي؟ بتمنى يعيشوا أخواتي غير اللي عشتوا. What do you want to tell the world? What do you want to tell America? شو بتحبي تقولي للعالم؟ شو بتحبي تقولي لأمريكا؟ بحب أقول لهم يشوفوا اللي نحن عايشينه، اللي نحن وصلنا له، واللي كنا عايشينه قبل الأحداث. أهم شيء إنه نحن ما كنا بعازة شيء، اللي كنا عايشين فيه بأمان، نمشي بالليل ما تفرقش معنا شيء، نروح على مدارسنا ما حدا يقولنا وين كون، كنا نصرف من مالنا ما حدا يعطينا. بتمنى يشوفوا الفرق بين قبل الحرب وبعد الحرب.
when you were kidnapped, how long were you held? لما خطفوك قديش ضليتي معهم؟ يومين. Two days. How is the rest of your family? How are they? How are they coping every day? عندك بقية الأفراد عندك كيف عايشين كيف حياتهم يومين؟ عايشين ببيت أنا يعني هو غرفة وغرفة ومطبخ صغير منروح على المدرسة أمي بتنزل على الجماعة على كفالة الأيتام لحتى تجيب لنا المصاري الأكل اللبس بس عايشين ضمن حتى ضمن الأكل اللي بيعطونا إياه هن لأنه الممتلكات دالتنا راحت وإنه تطلبي من العالم شغلي مو هي Have you finished school? خلصتي دراسة من المدرسة؟ نعم أقرا بكالوريا. What are you studying now? شو عم تدرسي هلا؟ عم أقدم بكالوريا بس حرة. I want to sit for the baccalaureate. And what type of job do you hope to get after? شو نوع العمل بتمنى تحصل عليه بعد ما تخلص الدراسة؟ مدرسة. Be a nice way for you to help help other children. I think that's really nice. I'm trying to help other children. Is there anything else that you want to say? You should have done it for me. Thank you so much. مستو لأنه لسه إنه في مناطق عنا لسه المسلحين مسيطرين عليها بعد ما قتلوا بي إنه صاروا بدهم يخلصوا مني أنا وأمي وخي لأنه إنه بدهم يخلصوا منا بأي طريقة كانت أنا إذا بيشوفوني إنه أي طرف من المسلحين أو تابع لإله أنا ولا أمي ولا خيي بيقتلني لهيك أنا حفاظا على حياتي وحياة إخواتي وأمي ما طلبت يطلع وجهي. When do you think that you can live and sleep in peace again without living under this fear every day? أي مرت هيك تعيشي وبسلام وطمأنان دائما بدون هالخوف اللي انت هلا عندك اياه؟ لما اخلص من المسلحين اللي حرموني من بيي، لما اخلص من شيء حرمني الحياة اللي كنت انا عايشتها اللي كنت مبسوط فيه. You are incredibly brave. And strong. شجاعتك وقوتك استثنائية. Thank you.